في بغل الإنسان عندما يقف هذه الوقفة أن يقف وقفة كذلك واستقم كما أمرت. لم يجلس هذه الوقفة يقيمها بتقييم الله سبحانه وتعالى، ما بتقييم البشر. واستقم كما أمرت، لأن بعض الناس الآن يأخذ من القرآن من الدين ما يرونه مناسبا لحياتهم، أما يرونه منظورهم هم غير مناسب، ما يأخذوا فتلقاهم يختاروا الأحكام بباينها وما يبوه تركوه. والله سبحانه وتعالى عاب على بني إسرائيل ذلك، قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الإسلام ليس الإسلام كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ، هذا ما قطع غيار تأخذ بتريده وما تريده لا. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لازم الإنسان يغالب نفسه في الطاعات ويغالب نفسه في البعد عن المعاصي. النفس تركن إلى الراحة، تركن إلى الدعاء والخمول والكسل والنوم، لكن لابد للإنسان أن يخالف هذه النفس. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فعندما يجي يقيم نفسه لابد أن يقيمها، هل هي خالف كم مرة خالف نفسه، كم مرة اتجه إلى الطاعات وخالف نفسه، كم مرة ابتعد عن المعاصي وخالف هذه النفس. هكذا يكون عندما يأتي على التقييم نفسه. واستقم كما أمرت، كما الله سبحانه وتعالى أراد لك هذا الطريق، ليس كما الإنسان يريد لنفسه. لأن لو حليك الواحد يستقيم على الهيئة ويبقاها، ايش تحت التضارب بين الناس واختلاف في الآراء؟ لأن كل واحد يبو يقف هواء، يقف هواء أشياء كثيرة، هذا هو الإنسان غير عن هذا وهذا غير عن هذا، الإخوة من بطن واحد يجي أهواهم مختلفة، من بذلك المجتمع. لكن واستقم كما أمرت، كما أمرك الله سبحانه وتعالى.